يا شيخ حفظك الله، امرأة ظهرت يوم الجمعة وكان وقوف عرفات يوم السبت، هل يجوز صيام السبت افرادا؟ هل ايش؟ صيام يوم السبت يوم عرفات. هي قصه ليس حاجة يعني. لا في البلاد صوم يوم السبت اذا كان لسبب فلا بأس، مثل ان يصادف يوم عرفة او يوم عاشوراء، او يكون ممن يصوم يوما ويفطر يوما فيصادف صيامه يوم السبت، فهذا لا بأس به. لكن لو أفرده لغير السبب فمن العلماء من قال لا بأس به أيضا، لأن الذي ورد النهي عن صيامه على وجه صحيح أو بدليل صحيح هو يوم الجمعة، أما يوم السبت فالحديث الوارد فيه قال إن هذا حديث شاذ ولا يعمل به. وممن قال ذلك شيخنا عبد العزيز بن باز وفق الله ورحمه، يقول إن النهي عن صوم يوم السبت حديث شاذ لا عمل عليه، وذلك لأنه مخالف للأحاديث الصحيحة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أتت إليه امرأة جويرية وهي صائمة يوم الجمعة، قال أصمت أمس؟ قالت لا. قال أتصومين غدا؟ قالت لا. قال فأفطر. فقول أتصومين غدا دليل واضح على أن صوم يوم السبت ليس به بأس. ومعلوم أن الحديث الصحيحة القوية إذا جاء حديث خالف وهو أضعف منها يعتبر شاذا، كما هي القاعدة في مصطلح الحديث أن الشاذ ما خالف فيه الثقة من هو أوثق منه. وعلى هذا فيكون صيام يوم السبت ليس مكروها مطلقا، سواء ضم إليه ما قبله أو ما بعده أو لم يضم، وسواء كان له سبب أم لم يكن. وعلى هذا فنقول إذا صام يوم السبت فلا حرج عليه. لكن الإمام أحمد رحمه الله في المشهور عند أصحابه يقول إن إفراد يوم السبت لغير سبب مكروه، وإذا صام إليه يوما آخر إما الجمعة أو الأحد فلا بأس به، كما أنه إذا كان لسبب فلا بأس به. ولعل هذا أقرب الأقوال لئلا نلغي حديث النهي عن صوم يوم السبت، فيقال من صام يوم السبت لأنه يوم السبت فهذا إيش منهي عنه، لا نقول لا يجوز، نقول منهي عنه. ومن صامه لسبب أو ضم إليه غيره فلا بأس به. نعم.